بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم راح نبدأ في السكشن الرابع من هذا الشابتر، واللي فكرته الرئيسية هي تقريب حل معادلة تفاضلية عادية ابتدائية. في هذا الجزء راح نأخذ الطريقة الثالثة لتقريب حل معادلة تفاضلية عادية ابتدائية، وهي الطريقة هي فعليا عبارة عن عائلة من الصيغ المختلفة، جميعها تهدف إلى تقريب حل المعادلة التفاضلية العادية الابتدائية. حتى نبدأ في هذا الموضوع، بدنا في البداية نتطرق لنظرية تيلر في 2 دايمنشن، في بعدين. وهي النظرية في اشتقاق هذه الصيغ لازمة لنا، على الرغم من أننا نأخذ هذه الصيغ بشكل جاهز، لكن كخلفية عن اشتقاق هذه الطرق تلزمنا صيغة أو نظرية تيلر in 2 dimension أو in 2 variables. نظرية تحكي بالشكل التالي، اللي هي تيلر بولينوميال ان تو فاريبلز. لو كان عندي اقتران اف اوف تي واي، بحيث انه مشتقاته الجزئيه كلها متصله من الدرجه او الاوردر اقل او يساوي ان زائد واحد، تكون كونتينيوس متصله على دومين وعائله النقاط تي واي، بحيث ان التي بين الاي والبي والواي بين السي والدي. وإذا أخذت نقطة T نوت Y نوت ضمن هاي الريجن أو ضمن هذا الدومين، then for every T Y في هذا الدومين راح أقدر ألاقي إبساي بين ال T وال T نوت وميو بين ال Y وال Y نوت، بحيث إنه هذا الفانكشن F of T Y بقدر أكتبه على شكل polynomial P of degree N plus remainder، بحيث إن صيغة البولينوميال يعني هي تعميم لتيلر في ال one dimension. فلو قارنت هاي الصيغة مع صيغة تيلر أو تيلر بولينوميال في الوان دايمنشن أو وان فاريبل، راح تلاقي تشابه كبير فيه. هذا البولينوميال صيغته هو F عند ال T نوت وال Y نوت، اللي هي نقطة السنتر اللي اخترناها، زاد المشتقة الأولى. المشتقة الأولى عندك هنا اشتقاق بالنسبة ل T أو بالنسبة ل Y، فهي المشتقة بالنسبة ل T عند النقطة في T ناقص T نوت، زاد المشتقة الأولى بالنسبة ل Y عند النقطة مضروبة في y ناقص y نوت. فلاحظ هنا المشتقة الأولى انضربت بأس واحد على مضروب الواحد، وكون عندك مشتقتين لأنه عندك two variables، مرة بتشتق بالنسبة ل t ومرة بالنسبة ل y. هذا بالنسبة لأول حد أو الحدود المتعلقة بالمشتقة الأولى. نيجي للمشتقة الثانية الآن، كيف ممكن أفكر باشتقاق هذا الاقتران مشتقة ثانية؟ في عندي ثلاث احتمالات، إما أني أشتقه بالنسبة ل t بعدين y فهي المشتقة الثانية، أو أشتقه بالنسبة ل t مرتين، أو أشتقه بالنسبة ل y مرتين. هاي الاحتمالات اللي موجودة. فزاد لاحظ هنا المشتقة الجزئية بالنسبة ل t بعدين y عند النقطة السنتر t نوت y نوت، لكوني اشتقيت بالنسبة ل t و y فراح أضرب في قوس t ناقص t نوت وقوس y ناقص y نوت. هاي اللي هي المشتقة الميكست أو الخليط. زاد المشتقة الثانية الجزئية بالنسبة ل t عند النقطة على مضروب الاثنين في t ناقص t نوت تربيع. لاحظ هنا فقط قوس خاص ب t ناقص t نوت، لأن اشتقيت بالنسبة ل t فقط هون ومرتين هي الأس 2. زاد المشتقة الجزئية الثانية بالنسبة ل y عند النقطة السنتر t نوت y نوت على مضروب الاثنين في y ناقص y نوت الكل تربيع، برضو رقم مشتقة. لا ممكن تتساءل طيب هون المشتقة الثانية ليش مش على مضروب الاثنين؟ لأنه في أول مرة راح ينتج معها هذا المقدار ونفسه مرة ثانية يتكرر، فراح يكون عندي حدين متشابهين اثنين، وهون عندي على مضروب الاثنين اللي هي اثنين، فتروح الاثنين مع الاثنين فبصفي معاك المعامل هون واحد. المشتقة الثالثة راح تكون برضو بعد هيك، وفي عدة احتمالات للمشتقة الثالثة بإمكانك تحصرها. يعني احنا اجمالا راح نتطرق يمكن فقط لحديث المشتقة الثانية، لكن يمكن التعميم او ايجاد اي رقم مشتقة باستخدام هذا او هذا الحد العام. واحد على مضروب الان في مجموع من جي تساوي صفر الى ان فوق جي، اللي هي مضروب الان على مضروب الجي في مضروب الان ناقص جي، في t ناقص t نوت قوة n ناقص j، في y ناقص y نوت قوة j، بحيث انه هذول القوسين مجموع الاسس فيهم دائما يساوي n. لاحظ هنا القوس هذا اس واحد، وهون اس واحد مجموعهم اثنين،
هون أس 2 مضروب في القوس واي ناقص واي نوت قوة صفر، وهون مضروب في تي ناقص تي نوت قوة صفر، فدائما مجموع الأسس لهذول القوسين يساوي N. في المشتقة رقم N لهذا الاقتران F جزء منها بالنسبة لT وجزء بالنسبة لY، وأيضا مجموع المشتقات هون يساوي N. هاي إذا بدك تتطرق لمشتقات أعلى من المشتقة الثانية. الحد الريميندر أو الباقي اللي عندي هون هو الحد التالي لهذا المجموع، فهو واحد على مضروب الN زائد واحد في مجموع من J تساوي صفر إلى N زائد واحد، N زائد واحد فوق الJ، T ناقص T نوت قوة N زائد واحد ناقص J في Y ناقص Y نوت قوة J في المشتقة رقم N زائد واحد لهذا الاقتران F بالنسبة لـ T والY، وأيضا لا يزال مجموعهم في هاي الحالة سواء رقم المشتقات أو الأسس يساوي N زائد واحد اللي هو الحد التالي. هذا البولينوميال F أو هذا الفانكشن سوري هذا الفانكشن P يسمى الـ nth Taylor polynomial in two variables for the function f of t y حول النقطة t نوت y نوت، والـ rn هو الـ remainder term. زي ما حكينا هاي الصيغة راح نهتم لحديث المشتقة الثانية. هنا الملاحظة هاي اللي بتأكد على أنه ما فيش عندي معامل هون الاثنين، لأنه المشتقة الجزئية بالنسبة لـ T بعدين Y هي مشابهة للمشتقة الجزئية بالنسبة لـ Y بعدين T، السبب أنه جميع المشتقات الجزئية متصلات، فهي نظرية موجودة في الكالكولاس أو في البارشل ديفرنشال إكويشن أو في الاشتقاق الجزئي، أنه يمكن التبديل بين المشتقات بشرط أن تكون هاي المشتقات الجزئية متصلة. فأول مرة راح تكون F T Y على مضروب الاثنين في T ناقص T نوت في Y ناقص Y نوت زائد F Y T في T ناقص T نوت في Y ناقص Y نوت، كونه F T Y هي نفسها F T Y أو F Y T، فبتكون هذول المجموع بروح المعامل اللي على اثنين. مثال تطبيقي عليها، نأخذ اقتران F of T Y هو عبارة عن كوساين T مضروب في y تربيع زائد 4y زائد 2، يعني هذا قوس مش زاوية، الزاوية فقط هي t. مطلوب الأول أوجد second Taylor polynomial، بده Taylor polynomial الدرجة الثانية حول النقطة 0 وناقص 1، وفرع بيه تطبيق عليها بيحكي لي استخدم هاي polynomial اللي أوجدتها حتى تقرب قيمة الاقتران عند العدد 0.1-1.1 وأوجد الـ absolute error كونه الـ exact أو الـ function الأصلي موجود عندي. فإذا في الفرع الأول الـ polynomial P of degree of order 2 صيغته العامة هي F of T نوت Y نوت زائد المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة لـ T عند النقطة في T ناقص T نوت زائد المشتقة الجزئية الأولى بالنسبة لـ Y عند النقطة في T في Y ناقص Y نوت، لأن المشتقات الثانية زي ما حكينا F T Y عند النقطة في T ناقص T نوت في Y ناقص Y نوت زائد المشتقة الثانية بالنسبة لـ T عند النقطة على مضروب الاثنين في تي ناقص تي نوت تربيع، والحد الأخير هو المشتقة الجزئية الثانية بالنسبة لواي مرتين على مضروب الاثنين في واي ناقص واي نوت الكل تربيع. إذن عند النقطة اللي معطاة عندي هي النقطة صفر وناقص واحد، عوض مكان تي نوت واي نوت هذا الإشي، فهون راح تطلع معك تي ناقص صفر يعني تي هيا، والواي هي واي ناقص الناقص واحد يعني واي زائد واحد في المشتقة الجزئية الثانية. الآن عندك هنا T في Y زائد واحد، وهون راح صفي معك T الكل تربيع، هاي T تربيع وهاي Y زائد واحد الكل تربيع. ظل عندك هنا تحسب هاي المقادير أو هذول الكوفيشنس المعاملات اللي هي قيمة الاقتران عند النقطة ومشتقاته الجزئية الأولى سواء بالنسبة لT أو Y، أو مشتقات الجزئية الثانية بالنسبة لT Y T T Y Y. هذا الاقتران اللي عندنا هون، عوض مكان T صفر ومكان Y ناقص واحد، هذا ناتج التعويض. بعدين اشتقيته بالنسبة لـ T، اشتقاق الجزئي طبعاً تعرف إنه هذا بتعامله على شكل إنه ثابت، وهذا بتشتقه بالنسبة لـ T، مشتق الكوساين T هي ناقص ساين T، وعوض بعد هيك مكان T صفر ومكان Y ناقص واحد، أعطاني هذا الناتج. هاي الحسابات رجاء نتأكد منها. اشتقاق الجزئي بالنسبة لـ Y في هاي الحالة هذا يعتبر ثابت، وهذا بدك تشتقه بالنسبة لـ y اللي هي 2 y زائد 4 هيها، وعوض مكان t صفر ومكان y ناقص 1
بدي الآن المشتقة الجزئية الثانية اف تي تي، بقدر أمسك اف تي هذا وأشتقه بالنسبة لتي، فأشتق فقط هذا الجزء يعني ناقص كوساين تي هيها، وهذا ناتج التعويض في النقطة. اف تي واي إما بشتق هذا اف تي بالنسبة لواي أو بشتق هذا اللي هو اف واي بالنسبة لتي، ما بفرق نهائيا، وبإمكانك تجربها. على جميع الحالات أعطتني ناقص ساين تي في 2 واي زائد 4، وهذا ناتج تعويض النقطة فيه، وأف واي واي هي اشتقاق هذا الفانكشن أف واي بالنسبة لواي، يعني اشتقاق هذا اللي هي مضروب مشتقتها 2، فراح تصفي معك 2 في كوساين 2 تي أو كوساين تي، وهذا ناتج التعويض في النقطة. فهاي المعاملات أو الكوفيشنتس اللي هون كلها حسبتها، عوضت الآن في هذا البولينوميال هاي الأرقام. الآن عملية فك أقواس، إذا كان في عندي فك أقواس أو تجميع حدود، فصفت معي البولينوميال بهذا الشكل أو بهذه الصيغة. هاي البولينوميال لا تقريب الفانكشن اللي عندنا من الدرجة الثانية حول النقطة 0 ناقص 1. الآن الفرع الثاني بيحكي لي احسب قيمة الاقتران وقرر قيمة الاقتران عند هاي النقطة 0.1 - 1.1، هي تقريبا صورة هذا هاي النقطة في البولينوميال اللي أوجدنا هون. فهذا ناتج التعويض كتبته أو طبعته بشكل تفصيلي حتى تتأكد منه، وأعطاني هاي القيمة النهائية كأكزاكت فاليو. هو تعويض النقطة فعليا في الاقتران الأصلي اللي هو كوساين تي في واي تربيع زائد 4 واي زائد 2، برضو كتبت التعويض بشكل مفصل حتى تتأكد منه وأعطاني هذا الناتج. لأن هاي القيمة التقريبية وهي القيمة الحقيقية، الفرق بيناتهم كقيمة مطلقة هو الأبسوليوت إرور، وأعطاني 9 في 10 قوة ناقص 4، تقريب كثير ممتاز لاقتران يحوي لي على كثير حدود مع اقتران مثلثي بكثير حدود من الدرجة الثانية. هذا سؤال أو سؤالين تجربوا فيه، برضو عندك اقتران F بدلالة T والY، وطالب منك أنك تحسب السكند تيلر بولينوميال حول هاي النقطة، وأيضا تختبر البولينوميال الناتج عندك في تعويضه عند نقطة معطاة وأوجد الأبسوليوت إرور. كذلك نفس الفكرة موجودة في الفرع الثاني، هذا الفانكشن بده تحسب التيلر بولينوميال من الدرجة الثانية حول هاي النقطة وتستخدمه في تقريب هذه النقطة. فعليا هاي النظرية هي استخدمت في اشتقاق هاي الطرق، احنا راح ناخذهم بدون برهان، ناخذ الصياغ مباشرة. هاي عائلة الرانكوتا ميثودز، هذول العلماء طبعا هنود هم اسمائهم. ففي عندي مجموعة صيغ موجودة معنا، هم 4 صيغ فعليا، خلينا نستعرضهم بشكل سريع. الصيغة الأولى هي الميد بوينت بيسموها، والدبليو نوت هي قيمة الانيشال كونديشن المعطى في المسألة، وهي الصيغة المعطى. بدك تنتبه هنا انه هاي دبليو كي بلس 1 يعني التقريب في الخطوة رقم كي زائد 1 تساوي التقريب السابق لها في الخطوة كي زائد اتش في صورة الاقتران عند هذول النقطتين. بدك تنتبه هذا هو الاحداثي الاول اللي بدك تعوضه اللي هو تي زائد نص الاتش، وهذا الاحداثي الثاني. هذا الاحداث الثاني بدك تحسبه على مرحلتين، اول مرحله بدك تحسب اف عند تي كي ودبليو كي، وهذا الناتج تضربه في اتش على 2 وتجمعه مع دبليو كي حتى يعطيك السكند كوردينيت الحد الثاني او المسقط الثاني في التعويض، وهذا هو المسقط الاول. بعد ما تجهز هاي الامور تعوض هذا الشيء في الاقتران اف مره ثانيه. فحسابها حساباتها هنا بدها تاخذ عده مراحل حتى تحصل على الاجابه النهائيه. كذلك الأمر في الصيغة الثانية اللي هي اسمها Modified Euler، يعني هنا طريقة Euler بس معدلة Modified، برضو الـ W Note هي Alpha Initial Condition، والتقريب في الخطوة رقم K زائد 1 هي التقريب في الخطوة السابقة K زائد H على 2 مضروب في هذا المقدار. نستعرض هذا المقدار، هنا عادي قيمة الاقتران عند النقطة TK و WK زي ما كنا نعمل في Euler سابقا، زائد لاحظ الفانكشن F الآن دعوض في النقطة التالية TK زائد 1 خطوة أو النقطة التالية K زائد 1، وهنا التقريب السابق WK زائد H في F of TK WK، فهذا السكند كوردينيت أو المسقط الثاني وهذا المسقط الأول. بعد ما تحسبهم وتجهزهم بتعوض أو بترجع تعوضهم في الفانكشن F وبتجمع مع هذا المقدار، وهذا المقدار تضربه في H على 2 زائد WK. هذا الإشي كله راح نحل عليه أمثلة على جميع الصيغ هاي. الصيغة الثالثة اللي هي يونز ميثود، أيضا الـ W note هي الـ initial condition،
دبليو كي زائد 1 تساوي دبليو كي زائد اتش على 4 في هذا المقدار. هنا اف اوف او ات تي كي دبليو كي كالمعتاد زائد 3 في المسقط الاول هو تي كي زائد ثلثين اتش، المسقط الثاني هو دبليو كي زائد ثلثين اف اوف تي كي دبليو كي. ايضا طريقه الحساب ببدا باف تي كي دبليو كي اللي هي فعليا بكون حاسبها هون اصلا، بضربها في 2 اتش على 3 بجمعها مع دبليو كي بحصل على المسقط الثاني اللي عندي هون، وهذا برضو بحسبه دبليو او تي كي زائد ثلثين اتش هو المسقط الاول، بتكون عندي مسقط اول ومسقط ثاني بعوضه في الفانكشن اف اوف تي واي. العائله او الصيغه الرابعه هي الرانكوتا ميثود اوف اوردر 4، الانيشال كونديشن هو دبليو نوت، وصيغه الدبليو كي بلس 1 هي دبليو كي زائد سدس في اربع مقادير اللي هي كي 1 كي 2 كي 3 كي 4، كي 1 زائد 2 في كي 2 زائد 2 في كي 3 زائد كي 4 مقسمه الى عده مراحل. بحسب الدبل الكي 1 هي اتش في اف اوف تي كي دبليو كي كالمعتاد، كي 2 هي اتش في اف ات برضو هذا المسقط الاول تي كي زائد اتش على 2، وهون المسقط الثاني هي دبليو كي زائد نص كي 1 اللي حسبته هون. فبدي ابدا اول شيء احسب كي 1 واستخدمه هون حتى احسب كي 2، نيجي لكي 3 ارل ايضا اتش في اف اوف تي كي زائد اتش على 2 هو المسقط الاول، المسقط الثاني هو دبليو كي زائد نص كي 2 اللي حسبناه هون، فلاحظ العمليه تراكميه. والكي 4 هي اتش في اف ات تي كي بلس 1 والمسقط الثاني هو دبليو كي زائد كي 3. فطريقة التعامل مع الرانكوتا ميثود اوف اوردر 4 زي ما راح نشوف الامثله، انه ببدا بالانيشال كونديشن دبليو نوت، بعدين باجي بحسب بعد ما اقسم طبعا الفتره اللي عندي ل تي نوت تي 1 تي 2 وهكذا الى ان كابيتال، بحسب كي 1 بحسب كي 2 من خلال راح احتاج قيمه كي 1 اللي حاسبها هون، بحسب كي 3 برضه راح احتاج قيمه كي 2 كمسقط ثاني هون، وK4 بحسبه. بعد ما أحسب هاي المقادير بعوض في هاي الفورمة أو هاي الصيغة، وهذا الإشي راح تشوفه في الأمثلة التالية. هاي مجموعة الصيغ أو الطريقة الثالثة اللي معانا. نبدأ بمجموعة أمثلة حسابية. المثال الأول طبعا هاي كلها من أمثلة تم حلها سابقا بطرق السابقة كأويلر أو تيلر ميثودز السابقة اللي أخذناها، الطريقة الأولى والثانية. عندي initial value problem y prime تساوي 1 زائد y على t، هذا هو ال f of t y، هذا ال initial condition y عند الواحد تساوي 2 و t بين الواحد والاثنين، ومعطيني h وحكينا سابقا يا ما بعطيك h أو بعطيك ال n، وبتحسب من خلال ال n قيمة ال h اللي هي b ناقص a على n capital. معطيك ال exact solution، إعطاءه لل exact solution لأنه راح يسألك فيه عن ال absolute error. الفرع الأول بحكي لي استخدم modified Euler method حتى تقرب هاي النقطة وأوجد absolute error، وفرع بي استخدم الرانكوتا method of order 4 حتى تقرب برضو نفس النقطة مختار y عند الواحد ونص وأيضا absolute error. هذول الصياغ موجودات عندنا وقرأناها قبل شوي. في هاي المسألة الفانكشن f of t y هو 1 زائد y على t، هذا الفانكشن معطيني h تساوي ربع، إذا ببلش أقسم على خط الأعداد، أول نقطة اللي هي الواحد تي نوت، بعدين بزيد اتش اللي هي واحد وربع هي تي 1، بزيد اتش بتصير واحد ونص، بزيد اتش 1.75% وبزيد اتش إلى 2، غطيت الفترة أو قسمت الفترة كاملة إما بهذا الشكل أو على خط أعداد اللي بتشوفه مناسب اعملوا. هاي تي نوت وهكذا تي 1 تي 2 بتقسم، والقفزة مقدار القفزة بين كل نقطة والأخرى هي H اللي هي في حالتنا هون ربع. الآن إيش المطلوب مني؟ أوجد صورة الواحد أو تقرب صورة الواحد ونص. صورة الواحد ونص هي الواحد ونص هي إيش تقابل؟ T2. إذن المطلوب أحسبه هو W2. فمن خلال النقطة بكون عرفت أي تقريب بدي أوقف عنده. في المودفايد أولر ميثود، خلينا بس نرجع نستعرضها. المودفايد أولر ميثود هاي W نوت اللي هي initial condition وهي الصيغة، بدي أكتب الصيغة الآن وأحركها لحد ما أوصل ل W2 المطلوب مني في هاي المسألة.
ف W note هي الانيشال كونديشن هون اللي هي 2، وباستخدام موديفايد اويلر ميثود W1 عوض فيها هي W note زائد H على 2 في F of T note W note زائد F at T1 اللي هي K زائد 1 فاصلة. النسخة الثانية هي W note زائد H في F of T note و W note. لاحظ الآن دعوض النقطة اللي معطاها عندي هون اللي هي 1 T note هي 1 والW note هي 2، كتبت هذا الإشي. وهون W1 هي 1 ربع وهاي الـ H ربع وهي F الواحد واثنين. لأن F الواحد واثنين راح احتاجها في هذا الجزء وفي هذا الجزء. لما حسبتها عوض مكان T واحد ومكان Y اثنين في هذا الفانكشن تطلع عندك واحد زائد اثنين على واحد اللي هي واحد زائد اثنين ويساوي ثلاث، فهذا المقدار ثلاث زائد F الواحد ربع بعدها خليها هون اثنين زائد ربع في هاي حسبناها هون اللي هي ثلاث، ثلاث في ربع زائد اثنين بتصفي معاك 2.75 في المية. صار عندك الآن تي واي بتعوضهم في الفانكشن اف وعطتني هذا الناتج 3.2 بالعشرة، لأن هون هاي 3 زائد 3.2 بالعشرة مضروبة في الاتش على 2 زائد 2 عطتني هاي القيمة. هاي دبليو 1. دبليو 2 راح استخدم فيها دبليو 1، فهي W1 زائد H على 2 F at T1 W1 زائد F at T2 فاصلة W1 زائد H في F T1 W1. وعوضت الآن كصيغة، بأي خطوة بتحب تختصرها في الحسابات ما في مشكلة، بس أنا ارتأيت أني أطبعها أو أكتبها بالتفصيل هون حتى تشوفها خطوة خطوة. هاي W1 اللي حسبناها قبل شوي 2.775 زائد H اللي هي ربع على 2 في F عند T1 هي T1 فاصلة W1 زائد F عند T2 هي 1.5 حسب التقسيمات اللي عملناها هون هي T2 فاصلة W1 هيها زائد H في F عند T1 W1. لاحظ انه هذا المقدار في modified order راح بيتكرر هون، فبدنا نحسبه حسب الصيغة هي 1 زائد Y على T حسب صيغة الفانكشن اللي عندك في هاي المسألة. فلما حسبتها أعطتني 3.22%، فإذا هذا المقدار هو 3.22% كمان بدك تضربه في ربع وتجمع له هذا المقدار راح يصفي معك بهذا الشكل. حسابات رجاء تأكد منها، لأن ظل عندي فقط هذا اللي نحسبه 1 زائد Y على T لما عوضته أعطتني هاي القيمة زائد 3.22% هيها جمعتهم ضربتهم في H على 2 هذا زائد W1 عطتني هاي القيمة. هاي هي القيمة التقريبية ل W2 اللي هي تقابل تقريب للواحد أو صورة الواحد ونصف في الواي. كإكزاكت فاليو بدي أعوض الواحد ونصف في الإكزاكت سوليوشن معطيني إياه في المسألة اللي هي T في لين T زائد 2 في T عوضتها وهاي القيمة النهائية لها. هاي القيمة الإكزاكت، هذا الأبروكسيميشن الفرق بيناتهم كقيمة مطلقة أعطاني 7 في 10 قوة ناقص 3 كتقريب برضو مناسب أو مقبول. في ربعي نرجع هون بدو الآن الرانكوتا ميثود of order 4 لتقريب نفس القيمة برضو بدو الإكزاكت سوليوشن. فأيضا رجعت لخصت هذا الفانكشن F اللي عندي هذا H وهي التقسيمات عدد كتبتهم مرة ثانية هم نفس التقسيمات السابقة. Y الواحد ونص هي تقابل Y عند T2 اللي تعني انه بدي اوجد W2 باستخدام الطريقة المطلوبة مني في هذا الفرع. W note هي initial condition. الرانكوتو method of order 4 هي الصيغة تبعتها نفس الصيغة السابقة اللي كتبناها. ففي عندي مجموعة مقادير بدي احسبها K1 K2 K3 K4 حتى اعوضها في هاي الصيغة. فبدأت الآن في K1 هي H في F عند T note W note، كل هاي الصيغة موجودة عندكم وبأي لحظة تقدر تستخدمها. ربع في F عند 1 و 2 هاي القيمة. K2 هي H في F عند T note زائد H على 2 فاصلة W note زائد نص K1، لأن H اللي هي ربع على 2 ثمن زائد T note اللي هي 1 فهي بتصفي معك 1 زائد 25% على 2 واللي تساوي 1.125 في الألف. و W note اللي هي 2 زائد نص في K1 هاي K1
فهي كتبت 2 زائد نص في K1 وأعطتني هاي القيمة. الآن ظلنا نعوض في الفانكشن F، ترجع لصيغة الفانكشن F اللي هو 1 زائد Y على T ونضربه في H برا، أعطاني هاي القيمة، هاي K1 سوري K2. K3 أيضا H في F at T نوت H على 2 نفس القيمة هاي، وهون W نوت زائد نص K2 الآن، K2 هاي اللي حسبناها، فهي نصها وزائد 2، التغيير صار في عندي في السكند كوردينيت، هذا نفسه راح يكون كان. فأيضا عوض في الفانكشن F وعطتني هاي القيمة. K4 الآن H في F at T1، بدك تنتبه هنا في K4 هي T1 مش T نوت هون، يعني التالية K زائد 1 كانت في الصيغة، زائد W نوت أو فاصل W نوت زائد K3 اللي عندنا هون، أي تعويض مباشر فقط calculations أو حسابات، أعطتني هاي القيمة، هاي K4 K3 K2 K1 حسبتهم. ظل أني أعوض في هاي الفورميلا حتى أحصل على W1، وهذا اللي عملته هون بالتفصيل كتبتها، والناتج النهائي هاي القيمة، هاي قيمة W1. W2 تساوي W1 زائد سدس في K1 زائد 2 K2 زائد 2 K3 زائد K4. أيضا عملت نفس الحسابات على الخطوة التالية الآن، K1 هي H في F at T1W1 اللي حسبناها في الخطوة السابقة، هاي قيمتها. هاي K2 أيضا استخدمت الفورمولاز اللي عندنا سابقا حرفيا وحسبت هاي القيم. رجع هاي الحسابات اتأكد منها، هاي W أو K4 حسبت هاي المقادير، إذا W2 تساوي W1 زائد سدس في هاي المقادير، وأعطتني هاي القيمة. والآن بده الأبسوليوت إرور، الإكزاكت فاليو حسبناها في الفرع السابق، هيها مرة ثانية كتبت لك إياها هون. الفرق بيناتهم كقيمة مطلقة أعطاني 3/10 قوة ناقص 5، هذا تقريب كثير ممتاز وهو أفضل من الخطأ السابق اللي في طريقة Modified Euler. هي الرنكوتا Method of Order 4 هي طريقة ممتازة جدا لتقريب حل المعادلات التفاضلية الابتدائية. مثال الثاني، يعني برضو عندي initial value problem y prime تساوي e قوة t ناقص y، هذا هو الفانكشن f of t y، هذا الانيشال كونديشن y at 0 equal 1، الt بين 0 والواحد، والتقسيمات معطيني اياها 0.2 ومعطيك الاكزاكت سوليوشن. في هذه الحالة طالب مني البيت ميد بوينت، انا حاولت ان في عدة امثلة ان امر على الاربع طرق كاملة، اخذنا الموديفايد اويلر والرنكوتا ميثود اوف اوردر 4، ظل عندي الميد بوينت ميثود والهيونز ميثود، برضو بده نقرب قيمة الواي عند الستة بالعشرة ونجد الابسوليوت ايرور. الفانكشن اللي معنا اف في هاي الحالة هو اي قوة تي ناقص واي، وهي الاتش، بلشت اقسم الفترة اللي عندي من صفر الى واحد، صفر بعدين زائد اثنين بالعشرة، اثنين بالعشرة، اربعة بالعشرة، ستة بالعشرة، ثمانية بالعشرة الى واحد، هاي تقسيمة الفترة اللي عندي حسب الاتش المعطى. والمطلوب مني في هالمسألة هو y عند الستة بالعشرة، هاي الواي الستة بالعشرة هي تقابل t 3، إذن المطلوب مني حسابه هو w 3 باستخدام سواء الطريقة الأولى اللي هي الميد بوينت أو الهيونز ميثود. الانيشال كونديشن هو ليقابل w نوت دائما. الميد بوينت ارجع لصيغة الميد بوينت، هاي صيغة الميد بوينت ما بتختلف كثير عن الصيغة اللي حكينا عنها في المثال السابق، لكن بدك تنتبه ايش هم وحداتيات المسقط الاول والمسقط الثاني. ف الميد بوينت هي دبليو نوت زائد اتش في اف ات تي نوت زائد اتش على 2، هذا المسقط الاول، وهون دبليو نوت زائد اتش على 2 في اف اوف تي نوت واي نوت. لاحظ بالنسبه للتي نوت هي صفر وهي اتش على 2، انا طبعت خطوات التعويض بالتفصيل حتى تشوفها قدامك، وهي دبليو نوت زائد اتش على 2 في F عند الصفر والواحد. لأن جيت حسبت F الصفر والواحد، F الصفر والواحد اللي هي تعطيك E قوة ناقص واحد، هيها مضروبة في 0.2 على 2 اللي هي 0.1 زائد واحد، وهون بصفي معك 0.1. لأن حسبت هذا المقدار وهو يقابل Y هون، وهذا المقدار هو يقابل T، وعوضته في الفانكشن هذا وحسبته، أو حسبت هذا المقدار ضربته في 2 بالعشرة وجمعت له 1 أعطاني هذا الناتج.
هاي W1. W2 بنفس الأسلوب تستخدم فيها W1، وتفاصيل الحل بإمكانك تراجعها وتشوفها، أعطتني هاي القيمة. وفاينالي W3 اللي بستخدم من خلالها قيمة W2 اللي حسبتها هون. فزي ما حكيت سابقا كل هاي الطرق تراكمية، فأي خطأ في أي مقدار راح يجر بقية الخطوات التالية أو الحسابات التالية فيها أخطاء، فنركز في الحسابات. W3 هي W2 زاد H في F at T2 زاد H على 2 فاصل W2 زاد H على 2 في F of T2 W2. أيضا عمليات تعويض، وبدك تمشي فيهم خطوة خطوة، بدك تحسب هذا المقدار في البداية، تضربه في هذا المقدار، تجمع له هذا المقدار حتى تحصل على المسقط الثاني، وتحسب هذا المقدار للمسقط الأول. بعد هيك هذا الناتج ترجع تعوضه في الفونكشن F، وهذا الناتج تضربه في 2 بالعشرة وتجمع له هذا المقدار، أعطاني هاي القيمة. الإكزاكت فاليو هي صورة الستة في العشرة في الاقتران، أو الإكزاكت سوليوشن المعطيني إياه في المسألة، ها برضو كتبته بالتفصيل حتى تشوفه. وهذا المقدار هي E قوة واحد، هي E قوة ستة بالعشرة، والناتج مجموعهم ناقص واحد، والناتج بعد هيك تحسب له اللين، أعطاني هذا المقدار. هاي الإكزاكت، هذا الأبروكسيميشن، الفرق بيناتهم 2 في 10 قوة ناقص 4، تقريب ممتاز جدا. في الفرع B اللي هو الهيونز ميثود، برضو نفس الفونكشن، نفس الاتش، نفس التقسيمات اللي عندنا، ونفس المطلوب، وهذا الانيشال كونديشن، هاي صيغة هيونز نتبعها على الأقل في الخطوة الأولى، والبقية بيكونوا بنفس الأسلوب تماما. W1 هي W0 زائد H على 4 في F at T0 W0 زائد 3 في F عند T0 زائد 3 H، و W0 زائد 3 H في F of T0 Y0 عند الصفر والواحد T0 W0. لاحظ هون بدنا F عند الصفر والواحد، وهون كمان F في الصفر والواحد، اللي هي E قوة ناقص واحد زائد 3 في هذا المقدار، أعطاني المسقط الأول. وهذا المقدار يعني لما ضربته في واحد أو جمعت هذا المقدار أعطاني هاي القيمة، هذا اللي هو 4 بالعشر على 3، تضربه في E قوة ناقص واحد وتجمع للناتج واحد، أعطتني هاي القيمة. رجاء تأكد كل هاي الحسابات. W2 بنفس الأسلوب، ارجع للصيغة وعوض فيها، راح تحتاج فيها W1 و T1، وتحسب هاي المقادير، هاي قيمة الاقتران عند هذا المقدار موجود هون وهون، فلما تحسبه أول مرة هون راح تحتاجه هون، وتضربه في هذا المقدار وتجمع له هذا المقدار حل الحصول على المسقط الثاني، وهذا المسقط الأول اللي هون. بعد هيك بتعوض في الفانكشن F، تضربه في 3 تجمع مع هذا المقدار، وهذا الناتج النهائي تضربه في H على 4 وتجمع له هذا المقدار، أعطاني هاي القيمة. وهاي W3 أيضا بنفس الأسلوب، يعني اللي بيأكد أنه حساباتي بإذن الله صحيحة فعليا هو الأبسوليوت إرور. إذا كان الأبسوليوت إرور صغير فهذا بيدل على أنه حساباتي صحيحة أو منطقية. هذا الإكزاكت فاليو اللي حسبناه سابقا، الفرق بيناتهم كقيمة مطلقة هو الأبسوليوت إرور. الآن هاي مجموعة أسئلة على الأربع طرق السابقة. برضو عندك initial value problem، هاي يعني يمكن هاي مرت معنا في الطرق السابقة وراح تمر كمان في الطرق اللاحقة بعد هيك. برضو هاي function f of ty، هذا initial condition، هاي الفترة معطيك h on، وهاي exact تماما نفس الفكرة السابقة. هون بدي اياك تطبق الرانكوتا method of order 4، شوف هاي اي نقطة تقابل، اوجد absolute error، وبده هون midpoint لتقريب نفس القيمة، وايضا حساب absolute error. في الفرع أو السؤال الثاني بده تطبق الهيونز ميثود، وهون مش معطيك الإكزاكت، ففقط تطبيقك تحسب هاي الحسابات، هذا الفونكشن F of TY، وهذا الانيشيال، وهاي الفترة، وهاي الاتش، وبده تقرب هذا المقدار. أيضا هنا في الفرع B هذا الفونكشن F of TY، هاي الانيشيال كونديشن، وهاي الانترفال، وهاي الستيب سايز، تقسيمات، وشوف أي نقطة مطلوب تحسب التقريب إلها. فرع الثلاث نفس الفكرة، هذا انيشيال value problem، وبرضه هذا الانيشال كونديشن، وهي الانترفال، بيحكي لي طبق الموديفايد اويلر ميثود، وهي الاتش، وقرب واي عند الواحد وستة بالعشرة، كمان احسب له الابسوليوت ايرور اذا علمت انه الاكزاكت سوليوشن معطى عندك. اربعة ما بفرق شيء، عبارة عن برضه مسألة تفاضلية عادية ابتدائية، هذا الانيشال كونديشن، هاي الفترة، وهي الاكزاكت سوليوشن،
بده تطبق ايضا رانك وتا ميثود من الطرق المهمه جدا انك تتعلمها وتدرب عليها. صحيح حساباتها طويل شويه، لكن مثلا ممكن ينطلب احسب كي 1 لحاله او كي 2 لحاله وهكذا. طبعا كي 2 لازم اكون معطيك او مسهل عليك المهمه، معطيك قيمه كي 1 مثلا اذا بدي احسب او اطلب منك تحسب كي 2 او احد هاي المقادير. معطيك هنا ان، فانت بدك تحسب اتش. اتش مش جاهزه عندك هون، اللي هي بي ناقص اي على ان، يعني 2 على 10. بده تقرب هذا او هاي النقطه وابسوليوت ايرور تحسبه مع معرفتك للاكزاكت سوليوشن هذا. ايضا السؤال الخامس نفس الفكره، هاي معادله تفاضليه، بده الموديفايد اويلر وهي الاتش وتقرب هاي القيمه، وايضا هذا الاكزاكت معطى عندك تحسب الابسوليوت ايرور. السادس ايضا هاي معادله تفاضليه ابتدائيه، وهذا الانيشال كونديشن، وهنا الان بدك تحسب انت اتش وهذا الاكزاكت سوليوشن. بده تطبق الميد بوينت حتى تقرب هاي القيمه وايضا تحسب الابسوليوت ايرور. موضوع يعني مهم انك تدرسه وتتاكد من جميع حساباتها. يعطيكم العافيه، السلام عليكم.